بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مباركين في الدنيا والآخرة يا مبارك، ارحمنا رحمة واسعة تنقذنا من عذاب الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة، آمين يا سميع عليم. يقول ربي بعد ذلك إياك، أي أنت بالذات، إياك نعبد، أي عبادتنا، notre adoration، notre culte c'est pour toi et seulement exclusivement pour toi. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كان استعنا في همومنا ظاهرة وباطنة، حاضرة ولا آجلة، نحن نستعين بك، نبحث عن ذلك. فأنا إياك نعبد في عبادتنا خالصين، تقبل هذه العبادة وتباركها وتزيننا بها وتنورنا بها. نستعين على أعدائنا أجمعين، ما هو صعيب تسهلون، ما هو غفلة تخرجنا منها، ونسلم من غفلات اللي يستغلها شياطين الإنس والجن بلا حساب، نسأل الله السلامة وحسن الحساب.